مالك يا شغلان؟ خلاص تعبت كفايه رقص بقى كده يا سلطان. تعبتي؟ ده احنا ما كملناش 5 ساعات رقص. ده انا لو برقص في قناه التت ما كنتش هرقص ده كله. طب تعالى يا بنت، عايز اقول لك كلمه سر. لا عايز اقول لك كلمه سر بجد. لا انا اللي عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي يا سلطان. قولي. انا عمري ما طلعت مع اي راجل في شقه. بس ادائك بيقول غير كده. لا والله ده هما 7 8 بس. ما تقسيش على نفسك يا شغلاه. لكل قديس ماضي ولكل خطاء مستقبل. صح يا اخويا. انت مستني حد؟ لا دي ايد المعلم كنبوره. وايش عرفت؟ لسه فاكرها من ساعه ما كانت بتنزل على صدغ الواد بهجه. يا مسكين. ما تقلقيش ما تقلقيش، معاكي راجل هيتصرف. هتعمل ايه يعني؟ هنط من الشباك. نعم يا اخويا. نهار اسود عليا النعمه، هو اللي خاطف. لا 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 استني، المعلم كنبوره راجل عاقل وهيستوعب ان انا كنت جاي اتقدم لك. جاي تتقدم لها في شقتك يا؟ اسأت اختيار المكان وهعتذر. لا والنبي انت بتشتغل يا لا؟ محاولة بائسة من شخص يائس. انت بارد ليه؟ بارد ليه؟ ده مش برود، ده أدب. طول ما انت مؤدب انا مش هقل أدبي. طب بص بقى يا حبيبي، النهارده الحد، معاك ليوم الثلاث، لو ما جيتش والمأذون في ايديك والله ما تكملش ما تكملش.